سعد 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 سعد، تفكر فيها؟ سعد سعد، جاتك مخالفة كاميرا سهر؟ سعد بيت بينحرق. سعد مريم شوف، سعد اوه ما منك فايدة. شكل الخطة زينة أبدا اللي يصرح عشان أفتك منها. سعود سعود جننتني، حتى اسمي صار غلط في المسلسل. أنا جمعتكم اليوم، جبت قهوتي معي الساخنة، وشوف حتى ماسكها بيدين الثنتين زي الأفلام الأمريكية اللي اجتمعوا مع أحد. ودي أقول لكم الله يرحم والديكم، إني طالبكم طلب 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 بسيط، طلب صغير والله ما يكلفكم شيء. شنو يا مقول؟ قول قول آمر. أنتوا عارفين الأسبوع الجاي عندي اختبارات، هذه النقطة مهمة في حياتي، يعني مرحلة انتقالية، يعني ما أبغى أكون في حياتي كلها تصير أغنية المفضلة العمر راح أويلي، يعني أبغى أصير لا أغني أغاني فرايحية. أي أي يعني الله يرحم والديك، أبغاكم بس ما تتهاوشون، يعني ما تتهاوشون أسبوع بس اختبر وبعدين تجالدوا. يوم ما انا ادللك وادعمك، انا ما اسوي مشاكل يا يوم، انا كل عمري مدللتك. الله يسلمك. ان شاء الله تنجح يا رب، اتحكم في الدوري الاسباني. يوم ان شاء الله تنجح يوم، ان شاء الله يوم، ان شاء الله الكاس العالم احسن من ميسي. الله يسمع، ميسي وملاعب وانا حكم ترى ما في، بس قصدك انه في كاس. انا ابي الرياض، ما ابي شيء بملعب الملز. بس الله يخليكم اسبوع خلوني اختبر وانجح وعلق الشارة، وبعدين انا اجيب لكم عجاري تتكافخون هنا للصبح. يما يما العجاري ما اريد اجسد يا مال المقروده الفقيره يا يما، ما مسوي شيء. بس هي المشاكل تجي من بعض الناس اللي يمي. اوه ماي جاد، بعض الناس تقولين عنهم هم اللي يهتمون فيه على فكره. يا جماعه بالله اذا اخذ اخر النقاش صح، اخر الهواش. طيب تهاوشوا مره واحده، خلصوا اللي عندكم كله قبل لا تبرد القهوه الساخنه حقتي. تهاوشوا. ابتدي يما ابتدي. لا يا خاله انت اكبر مني، انت تبتدي. لا يما حبيبتي انت مثل بنتي، ابتدي انت. لا يا خاله ما يصير، حلفت عليك انت تبتدي. لا ما يصير، ليست من اخلاقي الفاخره الانيقه انه ابتدئ مع حفيدتي. لا يا خاله ما يصير، يعني نتعلم منك احنا. لا والله يا يما ابتدي انت، يا يما انت خلاص ابتدي. خلاص خلاص شاهدت العيارة السخارة. خلاص خلاص ليست كما انا. خلاص قلت تهاوشوا وما قلت سمع الجيران، فرجان خلاص يعني خلوني احتسي قهوتي واروح اذاكر دروسي اول باول. شوف يا صبحي. ايوه يا ابو مي. ايوه لازم نعمل برنامج لخدمه المجتمع. الله، خدمه المجتمع. انا من الصبح بقول لك اديني فرصه، انا مستعد اخدم المجتمع واخدمك، وانا خدام الجيزه ما سعدت الباشا. بس يعني ازاي، يعني ازاي نخدم؟ زي جمعية خيرية مثلا. الله، نعمل جمعية حلوة قوي. نعمل جمعية واقبض انا الاول وهو بلاش بقى يقبضوا. حبيبي يا ابو مي، والله حبيب قلبي. اسمع واركض وافهم. افهم اللي اقصده مثلا جمعية خيرية لدعم المديونين. المديونين. ايوه فهمتك انا، يعني اللي هندهم له من هنا ناخده من هنا. فهمتك انا كده. بديت تفهم. بس اسمع. أيوة. شوف لي واسال وشوف الاجراءات، خلينا نفتح الجمعيه. حاضر حاضر بالموس. يلا